قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، نلاحظ أن بعض الأئمة يطيل آخر سجدة من الصلاة، فهل على هذا دليل؟ لا، الدليل على خلاف هذا، كما سمعتم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متساوية ومتناسبة، ما يطول بعضها ويخفف بعضها. تطويل السجدة الأخيرة هذا لا أصل له. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاء بل كما ذكر ابن القيم إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون متدرجة، أولها أطول من آخرها، أولها كما أنه كان يطيل الركعة الأولى والثانية أخف منها، وهكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متدرجة. نعم.